أقول أنا مصري مقيم بجدة، وقبل 3 أشهر تبت إلى الله ورجعت عن المعاصي، لكن لدي مشكلة وهي أنني كنت أعمل في شركة بمصر، ولكن أخذت بعض الأموال بغير حق، أي أني كنت أبيع لحسابي بعض الأشياء وأعرف مقدارها، هل يجب علي أن أعيد تلك الأموال؟ وإذا أعدتها فإنني أخجل من تصرفي، أم أتصدق بها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تعيد هذه الأموال إلى الشركة وأن تعتذر، تقول مثلا أنا أخذتها لأنني محتاج وأخذتها من باب الثقة بكم أو ما أشبه ذلك، وأنكم لا تكرهون ذلك إلى غير ذلك من الأعذار. المهم أنه يرد المال إلى صاحبه سواء كان شركة أو أفرادا، لأن هذا حق للغير، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه إليه مع طلب المسامحة منه، وهذا أسهل عليه من بقائه في ذمته إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت عنده لأخيه مظلمة يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني في يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسناته أعطيت المظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات الآخرين ولحت عليه فطيح في النار. الأمر خطير، وكونه يصبر على مشقة إيصال الحقوق إلى أهلها في الدنيا أسهل عليه من مشقتها في الآخرة. جزاكم الله خيرا.